عليكم. اليوم حبيت نتكلم خصيصا عن دولة 12 قرن هذه اللي مرضتنا بال يعني بالتعليقات نتاعها. كل مرة يقول لك احنا الجزائر بلاد الكبرانات، بلاد الكبرانات، بلاد فرنسا، صانعة فرنسا، يعني بأن الجزائر لا توجد، ما كاينة غير فرنسا وكاين الأتراك، والجزائر هذا غير موجود أصلا. وحنا نروح نشوف مصدر من عند مملكة هذه المملكة اللئيمة هذه، المصدر هو مكتب الصف المغربي، هذا مصدر المصدر تاع التقرير هذا. واش يقول التقرير؟ التقرير يقول باللي كان زوج حوايج، الحاجة الأولى هي سياسية، أن نصف الاستثمارات المباشرة تأتي من فرنسا، احنا 43% هي استثمارات فرنسية، ثم تأتي الإمارات في المرتبة الثانية 10% من الاستثمارات. هذا معناه أن سياسة هذا المملكة هي فرنسية، ثم هناك الإمارات، وهنا تواطؤ الدولة مطبعة مع الدولة مطبعة، هذا أمر منطقي. إذن هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو أنه الاستثمارات في مملكة 12 قرن في الربع الأول من سنة 2023، احنا نشوف الربع الأول من سنة 2023، هو صافي الاستثمارات الأجنبية لا يتعدى 154 مليون دولار، يعني هنا بالمباشر بالمليون، احنا نشوفه بالمليون دولار. إذن الاستثمارات كلها في الفرنسية لا تتعدى، يعني بإجمالها لا تتعدى يعني 200 أو 300 مليون دولار، ما يجيش ميم با ربع مليار دولار، ربع مليار دولار استثمارات مباشرة في هذه المملكة. معناه أنه الاستثمارات الخارجية هي ضعيفة جدا في المغرب. هذا تقرير من مكتب الصرف المغربي، يعني من عندهم، ما فيه لا جدال ولا هبال، يعني وهذه الدول التي استثمرت بطريقة مباشرة عند فرنسا، الإمارات، بريطانيا، هولندا وأمريكا، هذه هي الدول التي صدرت، و يعني القيمة الإجمالية هي لا تتعدى 200 أو 250 مليون دولار، يعني ربع مليار دولار في يعني الربع الأول، أي في 3 أشهر. إذا احتسبناها على مدة سنة نضربها في 4، تقارب يعني المليار دولار في أقصى حد، إذا يعني درنا ان بروجيكسيون على سنة كاملة تولي مليار دولار في السنة. إذن العنصر الثاني هو ضعف الاستثمارات المباشرة في هذه المملكة، وهذا نعود ونؤكده أنه هذا نتيجة من نتائج التطبيع. أين هم الاستثمارات تاع الدولة هذه اللي طبعوا معها؟ أينها الاستثمارات؟ هل جابت لهم استثمارات؟ هل استثمرت في بلد؟ بالعكس، فهي سوف تمتص الاستثمارات الموجودة في هذه الدولة وتستغلها لفائدتها. أين هذه الدولة التي طبعتم معها؟ ماذا جلبت للمملكة؟ نشوف استثمار ضعيف جدا، استثمارات ضعيفة جدا مقارنة بالاستثمارات التي حصلت عليها الجزائر مع حلفائها.
روسيا والصين وقطر وتركيا أين هي استثمار؟ احنا في الجزائر تقارب 36 مليار دولار، وفيها يعني استثمارات مباشرة أكيدة قاربت 6 مليار دولار، هذه مؤكدة. أين هي هذا المليار الاستثمارات؟ والعنصر الثاني، ها نشوفوا فرنسا نصف الاستثمارات نتاع في المملكة هي فرنسية، هي فرنسية. نزيد نروح نشوف في تقرير آخر، وهذا التقرير غير رسمي يعني، لكن استنادا إلى معطيات رسمية ومعطيات حقيقية. نشوف هنايا مؤسس راية النشيد الوطني هي بريوتي فرنسية، إذن توشي دي رواياليتيز، كل المداخيل تاع الاستغلال تاع النشيد تاع المروك تابع لمؤسسة بريوتي فرنسية، شركة النقل فرنسية، شركة المياه فرنسية، شركة تي جي في فرنسي، شركة السيارات فرنسية، وكل المصانع هذه اللي تم إنشاؤها في المروك تم رفضها في الجزائر. هذه لازم يعني المراركة يفهموها ويعرفوها، بأن الشركات التي دارت يعني الكوزينة نتاع الشركة الفرنسية اللي دارت المصانع نتاعها في المروك رفضت لها الجزائر بالشروط نتاعها. هذه الشروط التي قبلتها المروك الجزائر رفضتها، لأنها شروط لا تدير أي فائدة الشعب الفرنسي، ما عدا الطبقة الحاكمة المخزنية اللي خذت فائدة مع هذه الشركات، لكن الشعب لم يستفيد أبدا. هذه ثاني، ثم يعني حتى يعني السلاح، التسليح هو فرنسي، يعني كلها تسليح الجيش المغربي هو بقروض فرنسية. مساحات التسوق كلها فرنسية، هذو لي زيسباس كوميرسيو وكلها فرنسية، حتى السلع التي تباع في داخل هذه الأسواق هي فرنسية. شركة توزيع المحروقات فرنسية، اتصالات فرنسية، شركة الحليب فرنسية، سوندرال، هذه شركة سوندرال، تي جي في فرنسي، تراموي فرنسي بعقد يدوم إلى 99 سنة، شركة السيارات كلها فرنسية، التأمينات كلها فرنسية، الأبناك أغلبها فرنسية، شركة الكهرباء فرنسية، تعليم فرنسي، كل يعني المدارس، يعني عدة مدارس يعني أغلبها في عدة مدن في مروك كلها فرنسية، وحتى البرامج تاع التعليم فرنسي، تأتي من فرنسا، القوانين فرنسية. احنا كانت عندنا وزيرة هذيك كانت تدافع عن البرامج الفرنسية، راهي في الحبس الآن راهي في السجن، هذيك الوزيرة هذيك اللي كانت تدافع عن التعليم الفرنسي، تم يعني الهجوم عليها حتى خرج، يعني قدمت استقالتها ثم محاكمتها. القوانين كلها فرنسية. لامانديس هذه، امانديس، امانديس هذه، شنو هذا لامانديس؟ هذه المانديس، هذه ما فهمناهاش. المواد الغذائية أغلبها فرنسية، معاهدة الحماية فرنسية، هذه معاهدة إكس ليبا، هذه اللي وهي السبب أصلا، هذه معاهدة إكس ليبا هي السبب تاع الوضعية الحالية تاع الاقتصاد الفرنسي، هذا هي السبب، هي معاهدة إكس ليبا اللي خلات كل المقدرات تاع الشعب المغربي كلها تروح إلى فرنسا، تروح إلى فئة قليلة من العائلة العلوية والأزلام تاعها. إذن هذا هو الحال الزريبة، وهذه باش جعلنا احنا نقولوا هذه زريبة، ثم تقولوا احنا دولة الكبرانة، دولة فرنسا، دولة تركيا، هاي الحقيقة، الحقيقة تقول، الحقيقة هاي باينة، الحقيقة تصدح بدون ما
تتكلم، هاي الحقيقة تتكلم وحدها. أين هي، أين هي، أين هي يعني الاستقلالية تاع هذه الدويلة هذه، أين هي؟ إذا عندما نشوف هذه المعطيات والحقيقية، أين هي الجزائر الفرنسية وما فرنسا؟ الجزائر وقفت في وجه الجيش الفرنسي ومنعت الطائرات الفرنسية من التحليق فوق المجال الجوي الجزائري. ما تقولوش حقرنا المروك، باسكو المروك حتى فرنسا منعناها من التحليق فوق المجال الجوي الجزائري. أين هي هذا التفكير نتاعكم؟ تقولوا أنتم الجزائر تابعة لفرنسا، الحقيقة هي العكس وتقارير تثبت ذلك. إذن هذا هو جوابي لهذو المعلقين توعي، هذو اللي سكنوا لي في القناة، أنا نواجههم بهذه الطريقة، ندير لهم جواب بالجملة، نجمعكم كامل أيها الأبواق والذباب الإلكتروني المخزني، هاني جمعتكم كامل في يعني موعد واحد وفي فرصة واحدة، وأعطيتكم الجواب الكافي والوافي والشافي. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. وأنا أقصد متتبعي الأعزاء وليس الأبواق المخزنية التي تتابعني.